رسائل من مرشدك الروحي. اختر رمزا أو رقما. الاختيار الأول، تتعلم النفوس من بعضها البعض، لا من الكتب والمحاضرات. لا تخف من الخوض في روابط جديدة. يوجد سبب ودرس وراء كل علاقة. الاختيار الثاني، كن كصفحة فارغة لم تمسها الكلمات. لا تدع أقوال الناس تؤثر عليك، فهم ليست لديهم القدرة حتى على إيذائك. الاختيار الثالث، تجد أن من حولك يبحثون عن المظاهر أو المال، لكنك بكونك شخص متعاطف تفضل البحث عن من يمنحك الحب والمودة. لا تقم بتقليد الآخرين، بل عليك بالسير في مسارك الشخصي الخاص. شكرا على المتابعة وبالتوفيق للجميع.